يقام اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 البطولات التالية: بطولة الدوري المصري، وبطولة الدوري الإنجليزي، والدوري الأسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الإيطالي، وكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، وكأس ألمانيا، والدوري السعودي، والدوري التونسي، ودوري نجوم قطر، والدوري المغربي. أهلا بكم معنا في فيديو إخبار جديد مع المعلق عبدو. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 27 وهي كالتالي: أسوان ضد المصري، تقام تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والسادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت. ثانيا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 28 وهي كالتالي: المباراة الأولى ليفربول ضد فولهام، تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 2HD بريميوم. ويقام اللقاء على ملعب ليفربول أنفيلد، معقل فريق ليفربول، ويدير اللقاء تحكيميا ستيوارت أتويل. المباراة الثانية مانشستر سيتي ضد ويستهام يونايتد، تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1HD بريميوم. ويقام اللقاء على ملعب استاد الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي. ثالثا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة 33 وهي كالتالي: المباراة الأولى فالنسيا ضد فياريال، تقام تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والسادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD1 بتعليق حسام الدمسيسي. ويقام اللقاء على ملعب مستايا، معقل فريق فالنسيا. المباراة الثانية أتلتيكو مدريد ضد قادش، تقام تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD1 بتعليق عامر الخزيري. المباراة الثالثة ختافي ضد سيلتا فيجو، تقام بنفس التوقيت 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD3 بتعليق حسن العيدروس. ويقام اللقاء على ملعب كولسيوم ألفونسو بريز، معقل فريق ختافي. رابعا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم ثمانية مباريات بالجولة 33 وهي كالتالي: المباراة الأولى أتلانتا ضد سيبيزيا، تقام تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1. ويقام اللقاء على ملعب جيوس. المباراة الثانية يوفنتوس ضد ليتشي، تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1. المباراة الثالثة سالرنيتانا ضد فيورنتينا، تقام بنفس التوقيت 7 بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب. المباراة الرابعة سامبادوريا ضد تورينو، تقام بنفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب. ويقام اللقاء على ملعب لويجي فيراريس، معقل فريق سامبادوريا. المباراة الخامسة هيلاس فيرونا ضد انتر ميلان، تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1. ويقام اللقاء على ملعب مارك أنطونيو بنتيكودي. المباراة السادسة لاتسيو ضد ساسولو، تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب. ويقام اللقاء على ملعب الأولمبيكو، معقل فريق لاتسيو. المباراة السابعة ميلان ضد كريمونينزي، تقام بنفس التوقيت 10 بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1. ويقام اللقاء على ملعب سانسيرو، معقل فريق ميلان. المباراة الثامنة مونزا ضد روما، تقام بنفس التوقيت 10 بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب. ويقام اللقاء على ملعب يو باور ستاديوم، معقل فريق مونزا. خامسا مباريات الدوري الفرنسي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 33 وهي كالتالي:
ستاد بريست ضد نانت، تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2. ويقام اللقاء على ملعب فرانسيس بيلي معقل فريق ستاد بريست. سادسا، مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الثانية من دور المجموعات وهي كالتالي: المباراة الأولى نيجيريا ضد المغرب، تقام تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب الشهيد حملاوي بالجزائر. المباراة الثانية جنوب أفريقيا ضد زامبيا، تقام تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، ويقام اللقاء على ملعب الشهيد حملاوي بالجزائر. سابعا، مباريات كأس ألمانيا، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بنصف النهائي وهي كالتالي: شتوتغارت ضد انترلاخت فرانكفورت، تقام تمام الساعة 10 إلى ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة إلى ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة دبي سبورت 2 اتش دي. ويقام اللقاء على ملعب مرسيدس بنز أرينا. سابعا، مباريات الدوري السعودي، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة 25 وهي كالتالي: المباراة الأولى التعاون ضد الاتحاد، تقام تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة شاهد في اي بي. ويقام اللقاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. المباراة الثانية الشباب ضد الفتح، تقام تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة شاهد في اي بي. ويقام اللقاء على ملعب استاد الامير فيصل بن فهد. المباراة الثالثة الوحدة ضد ضمك، تقام بنفس التوقيت 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، تذاع عبر قناة شاهد في اي بي. ويقام اللقاء على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. ثامنا، مباريات الدوري التونسي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الخامسة وهي كالتالي: المباراة الأولى اتحاد بن قردان ضد الاتحاد المنستيري، تقام تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة الثانية النادي الصفاقسي ضد الترجي الرياضي، تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. تاسعا، مباريات دوري نجوم قطر، حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة 21 وهي كالتالي: المباراة الأولى الوكرة ضد الريان، تقام تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويقام اللقاء على ملعب استاد الجنوب. المباراة الثانية المرخية ضد السلية، تقام تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية. المباراة الثالثة أم صلال ضد الشمال، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية. عاشرا، مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 24 وهي كالتالي: المباراة الأولى الوداد الرياضي ضد الجيش الملكي، تقام تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و7:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق عادل المسعودي. المباراة الثانية المغرب الفاسي ضد الرجاء الرياضي، تقام تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و9:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق خليل فايد. ويقام اللقاء على ملعب المركب الرياضي لفاس معقل فريق المغرب الفاسي.